ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، فهذه بفضل الله تبارك وتعالى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حوار مع داعية. مرة أخرى نتشرف بالاجتماع بشيخنا الكريم بالعالم العامل المؤدب المهذب شامة معسكر وشامة الغرب الجزائري وزينة القطر الجزائري ككل، الشيخ عبد القادر ابن حنفي العابدين حفظه الله رب العالمين. كنا في آخر الحصة الماضية قد ختم الحديث عن هذه الأفكار الدخيلة التي تنثر جسم أمتنا، عن هذه الأفكار الفاسدة التي تأتي من هنا وهناك وتهدد كياننا وتهدد وحدتنا، تهددنا في ديننا في مبادئنا في أخلاقنا في لغتنا إلى آخر ما هنالك. الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى قد ألمح على نقطة عظيمة جدا في هذا الباب، فبين أن السبيل الأعظم للقضاء على ذلك كله التمسك بالدين، وأن ترجع الأمة إلى دين ربها سبحانه وتعالى، إلى هدي نبيها صلى الله عليه وسلم. لما يعرف بوازع الديني لابد من انتشار هذا الوازع في أوساط الأمة. كنت أود أيضا أن أتحدث مع فضيلة الشيخ بعد أن أرحب به مرة أخرى. جزاكم الله بارك فيكم. أقول شيخنا الكريم، كنت أود أيضا لو حدثتمونا بعض الشيء عن بعض الآليات والأساليب التي يمكن بها لأمتنا أن تحافظ على لغة القرآن ولغة السنة، وإن كنا نعتقد معاشر المشاهدين والمشاهدات أن اللغة العربية محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى لها، لأن الله جل وعلا وعد بحفظ القرآن الكريم، والقرآن الكريم عربي، حينما قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن لنتشرف نحن إن شاء الله تعالى بأن نكون حماة للغة القرآن والسنة، فهل من كلمة شيخنا الكريم في هذا الباب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، يظهر والله أعلم أن أعظم ما ينبغي أن نعتمد عليه في المحافظة على هذه اللغة، اللغة العربية التي هي لغة كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أن نبين للناس أن تعلم هذه اللغة واجب شرعي عيني، واجب شرعي عيني، لا على العرب الذين نزل القرآن بلغتهم وسجل الله فيه أنه ذكر لهذا النبي الكريم ولقومه، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فتعلم هذه اللغة واجب شرعي، وقد نص على ذلك الإمام الشافعي في كتابه الأم. ومن الأدلة على ذلك أنه كيف يعقل أن يتلو المسلم فاتحة الكتاب ربما 70 سنة ثم لا يفقه معناها؟ فإذا عرف المسلم أن تعلم هذه اللغة واجب شرعي لا بد له أن يشمر عن ساعد الجد ويتعلم، وهذا يجب على العربي وغير العربي، فالمسألة ليست مسألة قومية، يجب على كل الناس هذا. قبل هذا كما مثلا في بلادنا النصوص التنظيمية في بلادنا تقتضي هذا، وهو أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلد، فهذا لا ينبغي أن يكتفى بأن يظل حبرا على ورق، بل ينبغي أن يفعل. والناس كما يقولون على دين ملوكهم، فينبغي لحكامنا وقادتنا وزعمائنا في بلدنا أن يعطوا المثل، ولو تعلق الأمر بمسائل تكنولوجية أو علمية دقيقة لم يجد لها المرء كلمة في العربية لسكت عن هذا. ما أن يتعلق الأمر بأن أخاطب أبناء جلدتي في المناسبات الدينية وغيرها، فهذا يقتضي منا أننا لا ينبغي أن نفارق هذا الأمر، بل ينبغي أن نلتزمه، لا سيما وأن الأمة أنفقت أموالا طائلة على التعليم. قلت الدول التي هي في مستوى بلدنا من حيث هذا الإنفاق،
ربما عندنا في التعليم 8 ملايين طفل، التعليم الجامعي والثانوي والابتدائي. لما لا نفعل هذا؟ لما لا نجتهد في هذا كما كنا من قبل؟ فإذا التزم قادتنا ومسؤولنا بهذا الجانب، وهذا يشرفهم ويرفع من قدرهم ويقربهم من شعبهم أكثر، وإذا عرف المؤمن بأن هذا واجب شرعي، فإننا إن شاء الله تبارك وتعالى سنرتقي بلغتنا. لا سيما أن اللغة العربية صارت لغة عالمية، الأمم المتحدة تعترف باللغة العربية لغة في محفلها، ثم بعد ذلك يأتي العربي المسلم أو غير العربي يفرط في لغته، ولا سبيل له إلى معرفة كتاب ربه الذي أمره الله بتدبره إلا عن طريق هذه اللغة. ازدادت معسكر بهذا المعهد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتخرج منه عبر السنوات وعبر المعهود العلماء الأكابر والدعاة الأفاضل بإذن الله تبارك وتعالى. وما ذلك على أبي عزيز، أود من شيخنا لو كلمنا كليمة، لأننا كلمناه يعني في الكواليس كما يقولون قبل هذه الجلسة، كلمناه عن هذا المعهد المبارك، فقال ليس هو مدرسة بل هو مدرسة، ولذلك إن شاء الله نطلب من الشيخ كليمة، وكليمة منه تكون عظيمة إن شاء الله. الذي نعتقده هو أن جهود الأمة ينبغي أن تتضافر، وينبغي أن تتنوع الهيئات التي تخدم الأمة، تخدم دينها قبل وتخدم الأمة في دينها ودنياها. وهذه المدرسة هي مدرسة صغيرة تضم 3 طوابق وطابق سفلي، فيه قاعة صلاة وفيه نحو 5 أقسام، وقد شارعنا في استغلال هذا المحل منذ نحو السنة في الحلقات العامة للقادرين من طلاب العلم وغيره، ونحن بصدد إعداد البرنامج للتعليم التحضيري في 3 أقسام ولأقسام في علوم شرعية. نريد أن نستغل هذا إن شاء الله ابتداء من الموسم الآتي. وأما الحلقات العامة في النحو وفي الفقه وفي اللغة وفي مدارسة بعض كتب الحديث وعلى رأسها المغطى، فهذا قد شرع منها منذ حين، وفيها أيضا تعليم القرآن الكريم، ولكن الاستغلال سيتم أكثر لأننا نريد أن نسير خطوة خطوة. ولا بد لي من الإشارة إلى أن الأمة عليها أن ترشد الإنفاق. أمتنا ولله الحمد إنفاقها عظيم في بناء بيوت الله، جاز الله المحسنين خيرا، ولكن عليهم أن يرشدوا هذا الإنفاق بحيث لا ينفق في غير محله، كهذا التزويق، ومثلا الإنفاق على المنارات من غير حاجة. فعليهم أن يوجهوا هذا الزائد في الإنفاق على بيوت الله تعالى إلى الإنفاق على المدارس. ما زلنا لم نقتنع بجدوى المدارس في قطاع كبير من أمتنا، لكن يوم يذوقون المنافع والفوائد، لأن المدارس هي التي تنفع المساجد وهي التي توظي المساجد، فنسأل الله التوفيق لأمتنا. شيخنا الكريم، اعتدنا في مثل هذه الجلسات وفي هذا البرنامج المبارك أننا نري الشيخ الذي يكون ضيفا مباركا معنا، نريه مشهدا وهو يعلق عليه إن شاء الله عز وجل بما يسره المولى تبارك وتعالى، فإلى ذلك المشهد معاشر المشاهدين والمشاهدات حفظكم الله. أنا أقول لكم باللي كل وسيلة من وسائل الإصلاح غير الوسيلة وسيلة محبوسة، وما نحبش نذكر لكم مثال على بعض الدول الإسلامية المعاقلة في هذا الظرف الذي جاءت به هذا الذي يدعى بربيع هو خريف. أنا لا أنفس ولا ألوم على شخص بغى يطلع لجهة معينة لسدة من سدة من سدة الحكم وقال إنني أريد أن أقيم الشرع، بس أنا أعرف بأنه لا يمكن ذلك، لأن هذا الشرع لا يقوم إلا على أناس. أنت لا تستطيع أن تقيم الآن الشرع بالهلاوة بالجاب. أنا ما أقول لكم راني نلوم في الناس اللي راهم مشتغلين بالسياسة، لكن أقول لكم باللي طريق بالهم باللي متعثر، طريق بالهم باللي مسدود، قد نسكت عليهم ولكننا معتقدون بأننا إنما هي جولة وقد لا تتم هذه الجولة. هذا هو الطريق. الأمة جاهلة بدينها، علموا تعلموا وعلموا واعملوا بتلك النصائح التي كنتم تسمعون.
وغادي نقول لكم حاجه، لا يستفزنكم احد، هذه مظاهر كلها خداع، كلها مظاهر مؤقته. هذا مشهد يتعلق ببداية هذه الفتنة التي ضربت كثيرا من الدول العربية المسلمة، وكانت في بدايتها، والفتنة في بداية أمرها ينبغي للإنسان أن يمسك عن أن يتحدث فيها، لأنه كثيرا ما يقول فيها ما ليس له به علم فيفسد. ولذلك كان وقت الفتن، كانت العبادة فيه والاشتغال بها كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه بالعبادة ينصرف عن أن يقول فيها ما ليس له به علم. وعندما ظهرت هذه الفتنة في تونس، ابتدأت في تونس، وحصل أن سقط النظام هناك، وأنا أتحفظ على كلمة سقوط النظام، لأن كلمة النظام كلمة سقوط النظام أنها تعني الفوضى، لكن النظام يراد به غير النظام الذي، وأذكر كلمة للشيخ أحمد حماني قيل له النظام، قالوا ما أنتم تريدون الفوضى، عندما قالوا أنت مع النظام يقصدون النظام الحكم، قالوا ما أنتم تريدون الفوضى. فيومئذ تبين لنا بأن هذه مكيدة، وكان الناس ينتظرون أنه بضربة ستصلح الأنظمة في بلاد المسلمين، وسنة الله تبارك وتعالى لم تجري بهذا، لأن هؤلاء الذين تريد أن تصلحهم بهذه الطرق، هل هم مربون؟ هل عرفوا دينهم؟ هل لهم صبر على اللأواء التي يمكن أن تلحقهم إنهم أقاموا الشرع في هذه البلدان مثلا من قبل الغربيين؟ هل فوقفنا موقف المتشككين من هذه الأساليب، وقبل ذلك عرفنا بأنها ليست مشروعة. وإذا عرف المرء أن هذا ليس بمشروع كفاه الله عن البحث والتنقيب، لأن الأوامر عناوين على المصالح والمناهي عناوين على المفاسد. ولهذا قلنا هذه الكلمة، وأنا أندم على أنني قلت بل هذا خريف، لأنه ما من فصل من الفصول إلا وفيه منفع، في الشتاء ينزل فيه الغيث، والربيع الزرع يظهر والنبات يظهر، والحصاد يأخذ الناس الغلات، والخريف أيضا فيه فواكه، فهذا لا يصلح أن يوصف بأنه فصل من الفصول، هذا لا يصلح، هذا كله شر كما ترون. ولو أن هذه الفتن ترتب عليها صلاح وما هو بمنتظر لكان فتنة لأولئك الناس. وأذكر أنني كتبت رسالة خفيفة هكذا جوابا على بعض الأسئلة سميت بحكم المظاهرات، فجاءني شخص وقال لي هذه أملتها عليك المخابرات، فقلت له كلمة ضاحكا، قلت له المخابرات دائما تأمر بالباطل، كثير ما تقول المخابرات الحق، وأنا إذا عرفت الحق ووافقت محقا، وافقت شخصا قال الحق، فهل هذا ضير؟ قال لي هذه أملتها عليك المخابرات، قلت ليكن، أنا هذا اعتقادي. ومع الأسف الذين عارضونا في ذلك الوقت برسائل ردوا على ما كتبنا، يعني مثلا لم يقولوا اليوم نظرا للواقع الأليم المر، لم يقولوا بأننا أخطأنا، فسكتوا وكأنهم لم يفعلوا شيء، رامتني بدائها وانسلت. فنسأل الله أن يحفظ أمتنا من هذه الفتن التي دبرها الغربيون، لأنهم لم يستطيعوا أن يغزوهم غزوا مباشرا، غزونا بالعساكر، ثم غزونا بالأفكار، ثم غزونا عن طريق أبناء جلدتنا حتى يتدخلوا في بلداننا ويجعلوها أسواقا لأسلحتهم ولشركاتهم ويبنون ما هدموه بواسطتنا، فنسأل الله السلامة. اللهم آمين. اللهم آمين. معاشر الأفاضل، بعد الفصل قصير إن شاء الله تعالى نعود إلى فضيلة الشيخ الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم مشاهدي الأكارم، دائما مع شيخنا الكريم الشيخ ابن حنفية حفظه الله تبارك وتعالى والقدرية. نحلل إن شاء الله تبارك وتعالى فيما تبقى من دقائق مباركات أن نستنصح الشيخ وأن نستوصيه وأن نطلب منه التوجيه والإرشاد حفظ الله تبارك وتعالى لفئات معينة أو لفئات عدة من هذه الأمة، ونبدأ بأنفسنا. فنحن شرفنا الله تبارك وتعالى بأننا نرتقي المنابر وأننا
نجتهد في توجيه الناس وإرشادهم إن شاء الله تعالى ينفعهم. هل من نصيحة شيخنا الكريم للأئمة والخطباء والدعاة إلى الله عز وجل حتى يوصلوا الخير إلى الناس بأيسر سبيل إن شاء الله تعالى وبأصلح طريق بحوله وقوته جل في علاه؟ نعم، المنابر اليوم هي ثغور الإسلام. مضى ذلك الوقت الذي كانت الثغور فيه يرابط فيها الناس وفيها أجر عظيم يحمون بلدان الإسلام، فصار العالم مفتوحا، لا كما نقول نحن اليوم بأنه صار قرية، بل كما قال البشير الإبراهيمي قبل الآن بعقود بأنه بيت. فوصف الإبراهيمي للعالم يعني أوقع وأقرب إلى الصواب. فالمنابر ثغور الإسلام. المسلمون في الحقيقة كلهم دعاة إلى الله، ولكنهم متفاوتون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة كل مسلم على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولكن كل مسلم بحسب علمه. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أول ما ينبغي أن يكون عليه الداعي الإمام الاستقامة، ولذلك ربنا عز وجل قدم الاستقامة على الإشادة بالدعاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم قال بعدها ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ينبغي أن يكون على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم هو على بصيرة، فكيف بالداعي الخاص؟ داعي الله ينبغي أن لا يستفز. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. داعي الله ينبغي أن يصبر. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. الداعي إلى الله ينبغي أنه يحدث الناس ويراعي مستوياتهم، وأن لا يحدثهم بما لا يعرفون فيكون ذلك عليهم فتنة. عليه أن يراعي المناسبات، كما قال الله تبارك وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لكن عليه أن يتحدث عنها من منظوره وبما يعتقده الحق، وكونه داعيا إلى الله فلا يكون صحفيا ولا يكون مخبرا. داعي إلى الله ينبغي أن يبني وعظه وإرشاده وقصصه وأخباره على أحكام الله، لأن كل ما نقوم به من وعظ الناس وإرشادهم وتخويفهم وترهيبهم وترغيبهم إنما ذلك ليلتزموا أحكام الله، الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات والمباحات والفاسد والصالح والرخص. فإذا لم نقم أعمالنا على هذا ربما هدمنا ما نريد أن نبنيه. ينبغي أن يجدد نفسه، لا ينبغي أن يكتفي بخطبة كتبها الأسبوع العام الماضي فيقرأها كما هي. أن يجدد، أن يعد. هو يصلي عنده أوزاع وناس متفاوتو المستويات، ينبغي أن يراعي هذه المستويات فيجد تجد كل فئة من هذه المستويات العلمية والمعرفية ما يستهويها في خطابه. هذه بعض ما ينبغي أن يكون عليه الدعاة. وينبغي لهم أن يكونوا أن يستهدفوا مرضاة الله تبارك وتعالى، وأن يخلصوا أعمالهم له، وأن لا تضعهم فئات المجتمع تحت الآباط، بحيث يسير الداعي إلى الله يسير من غني أو ثري أو شخص ما في مستوى ما. ينبغي له أن يخدم دينه وأن يخلص لله وأن ينتظر الجزاء من عنده. هذا الذي حضرني في هذه المسألة والله أعلم. أول ما ينبغي أن يضعه المرء في الحسبان هو أن هذه الاستراحة ينبغي أن تكون عونا له على معاودة نشاطه. ينبغي له أن لا يتفرغ من كل شيء ويتفصى من كل شيء. كثير من الأمور التي لا يمكنه أن يفعلها في وقت النشاط المدرسي يمكنه أن يفعلها اليوم. يوسع معارفه، يستدرك كثير من الأمور التي فاتته. ربما كان قليل الذهاب إلى المسجد
لأننا لما نصل بعده إلى التوفيق بين أعمالنا الحياتية وبين ما ينبغي أن نطيع به ربنا وأعظم ذلك الصلاة، فينبغي أن يغشى المساجد وأن يغشى حلق العلم التي لم يكن ميسورا له أن يغشاها من قبل، ويمكنه أن يرفه عن نفسه الترفيه المشروع بالأسفار المشروعة في نطاق الجائز. عليه أن يزور أقاربه، أن يصل رحمه ربما الذين ليسوا في مدينته، عليه أن يستجيب لبعض الرغبات في المطالعات والقراءات لم يكن يستطيع أن يفعلها، فيهيئ نفسه ويعد نفسه للموسم القادم. هذا الذي ينبغي يعني أن يكون عليه الدارس حتى يشغل يعني وقته بما ينفعه. ولا شك أن المرأة يسأل عن وقته، والوقت وعاء للأعمال، هو بمثابة الوعاء، إذا كان مثقوبا إذا كان مخروما فإن أي عمل وضعته فيه ضاع. وأعظم ما نتعلمه من العبادات ضبط الوقت والآجال، كل مخلوق له أجل بداية ونهاية إلا ربنا عز وجل، فإنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. وإذا كان المرء يعلم بأن وقته محدود وأجله محدود غير ممدود، فعليه أن يستغله فيما ينفع. وقد صدر الإمام البخاري بعض كتبه بهذا الحديث الذي افتتحت به هذا السؤال، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فليرفع الإنسان عن نفسه هذا الغبن بما ذكرناه وبغيره. سبحان الله، هذا تجديد. نعم، شيخنا الكريم، من النصائح التي نود أن يتوجه بها فضيلتكم نصيحة لعموم المسلمين والمسلمات، للرجال والنساء والصغار والكبار، لاستثمار هذا الشهر الفضيل. فلا شك أن هذا من أعظم نعم الله علينا وعلى الناس، أن الله جل وعلا أحيانا مرة أخرى لشهود هذا الخير، وأن نعيش هذه الأيام وهذه الليالي المباركات وهذه النفحات وهذه الخيرات والبركات. فهل من كلمة حتى نستثمرها إن شاء الله تعالى أحسن استثمار، وحتى لا نكون من هؤلاء النادمين، بل نكون إن شاء الله تعالى من الفائزين والظافرين بهذه الأيام والليالي الجميلة. كنت ذكرت قبل بأن أساس صلاح المؤمن استقراره وثباته يقينه بدينه. وشهر رمضان الذي فرض الله تبارك وتعالى صومه على المسلمين، عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامه وما رتب الله عليه من الأجر، قال: من صام رمضان إيمانا. ومعنى إيمانا أنه مستيقن أن الذي فرضه هو ربه، وهذا يقتضيه أن لا يصومه عادة ومتابعة للناس. ووالله إذا صامه لأن الله فرضه عليه، فإنه يعلم أنه فرض عليه أيضا أمور أخرى. ثم لكي يحصل على الأجر هناك شرط آخر، وأنه يصوم احتسابا وانتظارا للأجر من الله تبارك وتعالى. ويستحضر المؤمن شيئا هاما، وهو أنه فيه يمتنع عن المباحات، وهذا تأديب للناس عظيم في العبادات لا تجد مثله إلا فيها. ولهذا كان فقهاؤنا يفتتحون كتبهم بالعبادات، لأنها منهج رباني قويم لا نظير له، فيمتنع فيه من المباحات. وهذا يدله على أنه كيف يمتنع في رمضان من المباحات ثم يرتكب فيه المحرمات، هذا أمر أحله الله له. فينبغي إذا كان قد أحل الله له هذا في غير رمضان ومنعه منه في رمضان، فينبغي أن يكون أبعد عن المحرمات. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالمؤمن يترك ملذاته طاعة لله ليستحضر هذا، يزداد من الفضائل. على المؤمن في رمضان أن يزداد من الفضائل، ولا يجوز له بحال أن يرجع بعد رمضان إلى الصفر ثم في رمضان يرتفع قليلا. المؤمن إذا حافظ على التراويح كما نراه في مساجدنا، فينبغي أن يكون على غير التراويح من الفرائض أكثر حفظا وأكثر محافظة، وإلا فإن الذهاب إلى التراويح مع التفريط في الجماعة والجماعات هذا على ماذا يدلك؟ يدلك على أننا نصلي التراويح عرفا وعادة ومجاراة للناس، وليس هذا شأن الدين.
فليستحضر المؤمن هذه النفحات الربانية التي في هذا الشهر وليقلع فيه عن كثير من العادات. المؤمن يظل كل النهار صائما، لماذا يغتنم هذه الفرصة ليترك هذا الدخان مثلا؟ كثير ما قلت لبعض الناس، قلت له امرض 4 أيام وتريح من الدخان، 4 أيام تمرض. قلت له ألا يمكن أن يأتيك وجع في رأسك مدة أسبوع؟ تعمد هذا لتداوي نفسك فتقلع عن كثير من المفاسد. كثرة الجلوس في المقاهي في رمضان وسيلة لمعالجته. كيف أعرض عن أشرب قهوة في داري ولا تحلو لي هذه القهوة إلا إذا جلست في مقهى؟ أنا لا أمنع المقاهي، ولكن علينا أن نقتصد في هذا. وهكذا كيف أقضي الليلة ساهرا ثم أعزف ولا أحضر صلاة الصبح؟ فكثير من العادات السيئة القبيحة يمكننا أن نغتنم شهر رمضان لمعالجتها في أنفسنا، فنخرج منه وقد زالت ذنوبنا وغفرها الله تبارك وتعالى لنا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والله أعلم. واحد منا بفضل الله عز وجل، لكننا في ختام هذا المجلس إن شاء الله عز وجل نتمنى أن يكرمنا الله عز وجل بمجلس آخر مع فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، حتى ننهل من هذا الخير الذي أكرمه المولى تبارك وتعالى به، ونجدد شكرنا لفضيلة الشيخ على ما أتحفنا به من جهة، وعلى ما أكرمنا به من هذا الحضور، وعلى أنه لبى دعوتنا حفظه الله سبحانه وتعالى من كل سوء، وعلى أنه تجشم المشاق فأتى من مكان بعيد فجلس بيننا يحفظه الباري تبارك وتعالى. ثم نشكركم معاشر المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بما قاله الشيخ وبما سمعناه جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج المبارك، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم وكيكم.